اوكي، تحيه نضاليه للساكنه ديال مدينه طنجه. حنا اليوم في جمعيه اتاك كنأزروا كنصروا المواطنين دفاعا على الحق ديالهم في العيش الكريم، وضدا على هذه الهجمه الشرسه اللي كتواجه فيها المعيشه والمواد الغذائيه الاساسيه ديال الاسعار. كنشوفوا انها ارتفعت بشكل مهول، ارتفعت ولا زالت في الارتفاع يوما عن يوم. كترتفع الاسعار، المواطن البسيط ما بقاش يقدر يغطي القوت اليومي ديالو، ما بقاش يقدر على شي حاجه اسمها العيش الكريم. فهاد الاسباب صراحه لا تعد ولا تحصى اننا نحتجوا هنا. كنحتجوا على الاوضاع الكارثيه، كنحتجوا على الغلاء ديال الاسعار ديال الفواتير ديال الماء والكهرباء، كنحتجوا على الغلاء بشكل خاص ديال المعيشه. كنشوفوا ان اليوم الربات بيوت والاسر الفقيره ما بقاتش قادره تعمر واحد القفه اللي 100 درهم 5 درهم 100 درهم رجعت عامله بحال 10 دراهم. كارثه، ما بقات كتعمل 100 درهم والو، ما تيشرت 12 درهم، بيطه رجعت 150 درهم. ف واحد الهجمه شرسه على المواطن وعلى الحق ديالو في العيش الكريم وعلى الحق ديالو في كنا كنرفعوا مطالب ديال الكرامه وديال الحريه وديال الحق في التعبير وديال الحق في السكن والحق في الصحه والحق في الشغل والحق في الوظيفه. اليوم كنهضروا على المعيشه، كنهضروا على بطاطا ومطيشه. زعما تحيه لضاليا، وسيستمر الاحتجاج وسيستمر النضال حتى التغيير وحتى الكرامه.